غريبة، هذه رسالة لأمهات الجميع العائلات. من بعد ما تيموت الوالد أو الوالدة كتولي حرب ما بين الخوت والخواتات، إلى درجة أن رشيدة تنكرت أختها وقالت لها ماشي أختي وبعد أرزق رشيدة. غادي نشوفوا تفاصيل صادمة اليوم مع رشيدة اللي جات عندنا من بولمان. إذا أخي المتابعين الكريم، سلام الله عليكم، تحية أخوكم حميد العقاوي، ضواير الزمان وبيني وبينكم ما بقت أخوة، ودائما تنقولوا علاش الله سبحانه وتعالى قلت الشتاء، علاش قلت الرحمة، علاش قلت بشحال من حوايج لأن عاشوها الآباء ديالنا، والأسف الشديد أن استعصى علينا نشوفوا على أرض الواقع. رشيدة جات من بولمان كتقول لك بأن أنا كنت عايشة بخير وعلى خير وعندي أختي اللي هي منبة. من بعد ما مات امي، نهار مات امي، داك النهار حنا كندفنوا امي وما كانوا تيتبايعوا ويتشاراوا، اخت رشيده بثلاث شهور ديال الحبس وبغرامه ماليه. غادي نشوفوا قصه اليوم اللي غتعيشوها مع رشيده والزميل منير المطاوي، قصص من الواقع. السلام عليكم. نعم تفضلي، شكون انتي وعلاش جيتي وشنو بغيتي بالضبط؟ خويا بغيت حقي، انا ما كنطلب والو من غير حقي. انا هاد الاخت ديالي نكراتني في كل شيء، نكراتني وحرمتني من المدرسه، حرمتني من حقي، حرمتني من بزاف ديال الحوايج. والنهار فاش كانت الوالده ديالي كتموت، هي كتباع وتشارى مع ولاد عمي، مع ولد عمي، فهمتي؟ والمهم انا كنطالب حقي. شنو اللي وقع بالضبط؟ عافاك راه ما فهموا المغاربه حتى حاجه، شتي علاش قلت لك في الكواليس ما تهضريش بزاف؟ شنو قولي شنو وقع، شكون انتي وشنو وقع حتى تولي اختك غادي تنكرك وتقول بنتي ماشي اختها وبانك انتي بنت الزنقه ولا انتي حراميه حتى تبتيها بوسائل اداريه اللي تبتات بين اختك؟ واش وصل الطمع بعباد الله ان حتى بدا نتناكروا من اللي موت بنا ومنا؟ هضري شكون انتي واش وقع؟ وصل الطمع حتى لهاد الدرجه هادي باش انها تنكروا من اختي وباش انها ترميني للزنقه وباش انها بسببها طلعت لبولمان مع امي كانت كتقري الولد ديالها الاول من عند راجل الاول وبسببها ما قريت وبسببها بزاف ديال الحوايج، بسببها تعصبات امي حتى ماتت، بسببها بزاف ديال الحوايج. المهم انا كنطالب من الراي العام يعاونني في هذا الشيء. وكل الراي العام مالكاش؟ الراي العام انها اختي كتنكرني بحال في رزقي، ولدرجه انني مرت راه عندي ساك ديال الدواء ها هو داك نوريه لكم دابا، وما خليت فين ما مشيت كنهضر على راسي، كنمشي للمحكمه كيجريو عليا، كنمشي اول مره انها المحكمه اول مره انها المحكمه ديال بولمان غادي تصنت ليا وغادي غادي تحقق معايا وباش حكمت ليا المحكمه بصلاحتي. فاش مشيت للارساليه عاد لقيت باللي الدعوه ديالي مازالت تما في بولمان. علاش بقات الدعوه ديالي في بولمان؟ دابا انا غادي نسولك واحد السؤال. الوالد تزوج بالوالده، الوالد ملي تزوج بالوالده ديالك كانت عنده بنيه، كانت عنده بنيه، والد بنيه، كبار عنده بنيه اللي هي اختي. انا ما كنكرهاش. الوالده ديالك كان عندها وليد، كان عندها وليد من راجل اخر. يعني هو ملي تلاقاو بزوج هذا عنده بنيه عندها وليد. ملي تزوجوا من بعد العلاقه الزوجيه ودوك انتي فوالا توفى الوالد، توفى الوالد خلاها حامله، خلا الوالده حامله، الوالده حامله بوليد، ولكن مات بعد ما تولد مشى مع واحد ديال 9 عامات. توفى ما كتبش عليه يعيش، علاش بقيتي انتيا والوالده ديالك في الدار اللي خلاكم فيها الوالد؟ الوالده ديالي في الدار واحد شويه بدا علينا الفرع ديال الميبان. شكون اللي كيفرع عليكم؟ ما عرفتش، هي كتحرش علينا شي واحد. واخا هي حضرات معاكم العزو؟ انا كنت واحد حضرات العزو، حضرات الاجراءات. انا كنت صغيره ما عرفتش، هادشي اللي كتعاود لي الوالده قالت لك بدا عليا الفريع ديال البيبان بالنهار كتكون في دارها، في الليل كتبات عند الجيران، كتبات عند واحد المراه سميتها خالتي رقيه. وها هما دو يلاه معايا دابا، انا هدرت غير هدرت وصلت لكم هادشي باش غادي تعرفوا. بغيتو تشوفوا الواقع هبطوا معايا سكوره، هبطوا معايا لبولمان، انا بوجهي باين
بغيتكم تعرفوا هاد الحقيقه ديال رشيده وحيا من بولمان. دابا غير باش ما نمشيهوش على الموضوع بدا الفريع ديال البيبان شكون اللي كيهجم الله يعلم هذاك الشيء كيدق عليهم كيدقوا علينا شي وحدين ما عرفتش كيهربوا مي بوحدي يعني الرعب زعما خلعوكم زعما كذا كتخاف وجات عندها في الصباح قالت لها غتخرجي من الدار قالت لها هذه اختي قالتها لامها اختي وشي وحدين ما عرفتش انا ما بقيتش عاقله شنو قالت لي امي الله يرحمها قالت لي جاو عندي قالوا لي خرجي من الدار غادي الوالد هادو ولا شكون عائلة الوالد هي اختي راها عارفه شكون اللي معاها فاش يعني انتم علاقتكم مع عائله الوالد ماشي هي هذيك لا كلهم زيانين معانا كلشي عادي كلشي نورمال انا عمامي وعائلتي وقفوا معايا كلمه حق هذه كلمه حق راه عمي سعيد راه ما تقبل الوالده وشي عامل كيقول لي شوفي راكي هنا راه باك خلاك هنا ما تسمحيش في حقك كيقول لها شوفي الا بغيتي الرضا ديال باك هو عطي الاخت في حقها توفى الوالد شراتني عرفتي شنو هي توفى الوالد توفى الوالد خلاكم في الدار الوالده شاده حق الله جابد عليها الفريع ديال الباب جات الفريع ديال الباب خويتو نتوما الوالده كانت حامله وبالخوف وداك الشيء ما كملش داك الشيء الله تكون شكور علاش طاح لها ما كملش دوز غير شي 24 ساعه ولا ومات لها داك الشيء داك الوليد هذاك الوليد من تما صافي جات امي هزات مشات لبولمان مشات لبولمان بات بكم لبولمان بات بينا لبولمان حيت كيقولوا لها غادي تنازلي كيقولوا لها غادي تنازلتي على حقك بلا خاطرك ودابا غادي تنازلي على رشيده ولا راه غادي كيفاش تنازلي على رشيده تنازلي خصهم يشدوني ما خصنيش نمشي مع الوالده ديالي انا اختي قالت لي غير مؤخرا فهمت الوالده ديالي باك بغاو يشدوك اختي بغاوك تبقاي في بوميا في سكوره بغاوك تبقاي في سكوره غير اختي اللي بغاتني نكون معاها فهمتي قالت لي ما تبعيش هاي عربي دابا بحيت امي عربيه قالت لي ما تبعيش عربي بالهضره ديالي هذه نقدروا ندخلوا اختي هادشي ديال هذه عنصريه ما خصهاش تكون كاع كاين بعض الناس اللي باقي الله يسمح لهم باقي تياخذوا هادشي بهذا المنطق امازيغي عربي كذا باش ما بغاتش امي تخليني ليها من تما قالت لها وراه كتسالو حداوا بدات هكا قالت لها كتسالوه حتى حاجه دابا امك ما خداتش وانت ما خديتيش امي ما خداتش انا ما خديتش بدات تزوير في داك الشيء انا بغيت الراي العام يتخلي في هذا الشيء كيفاش تزوير؟ كيفاش حتى انا تنكرت كيفاش حتى مشاو عبروا لي البلاد ديالي وانا ما حاضراش كيفاش حتى تباعوا وتشارى وانا ما حاضراش يعني بدات كتخدم في داك الورث بدات كتخدم في داك الورث بس هي كتقول كل شيء سمعت بان ماشي اختك هي عطات قالت لهم هذه ماشي اختي انا ماشي التليفون جيبي التليفون سيموني المعطاوي انت كتشوف بان في هذا الزمان كنشوفوا اخت كتبرا من اختها على طمع الدنيا وشنا هاد الحالات ولاو كتكرر بزاف من بعد ما تيموتوا الوالدين شنو بان لك؟ فصراحه سي حميد العقاوي نعيش زمانا مادي بالدرجه الاولى الناس ما بقاش كتفكر للدم الناس ما بقاش كتفكر كما كنقولوا الرحيم مابقاش كتفكر انه اليوم ولاو كيموتوا الوالدين كما كنقولوا كيطرقوا الوجوه كيبداو الخوت كيتناحروا في بعضياتهم وللاسف كيولي الاخ كيوقف قدام خوه في المحكمه الاخ شاد على خوه محامي الاخ شاد على خوه وكيدعيه وكيجيب ليه والاكثر من هذا سي حميد العقاوي وانتم عشتوا هذا الشيء ان هذا الحقد يورث ان هذا الحقد يورث وكتبقى العائلات مشتته لانه فقط طمع الدنيا وانه على اساس ان الانسان غادي يهبط المقبر وغادي يهبط معاه الدار وغادي يهبط معاه غادي نحاولوا نديروا اتصال هاتفي مع هذه الاخت اللي ما فيهاش الرحمه اللي حاولت باش انها تبرع من اختها من بعد ما مات امها نحاولوا نشوف ديري الرقم نعم كما قلنا مشاهدينا فالان في اتصال مع سيدي حميد العقاوي غادي نتواصلوا مع الاخت ديال رشيده من اجل انه يعني المعرفه لتحرر الحقيقه لا اقل ولا اكثر سميت اختك فاطمه وحيى للاسف الشديد الهاتف طافي نعم للاسف الشديد بغينا نعيطوا على اختك ولكن للاسف الشديد ما بغاتش تدوز الكلمه الا كاينه فشي بلاصه ما عندهاش الريزو تمايا ولا كاين الريزو شويه ضعيف عندهم ديك البلاصه ما كاينش ما بغينا نشوفوا اختك اش تقول لان قلتي انت اختك تبرأت منك مباشره من بعد ما مات تمك وتمن اللي مات تمك ذاك النهار فاش امك نتوما كدفنوها هما تيبيعوا الورد ورزق امك جاو عندي منين نتوما بالضبط هادشي فين واقع؟ ايت خويا
سكوره. سكوره شنو بغيتي تقولي لاختك قدام الناس ديال سكوره؟ بغيت نقول لاختي هو تعطيني حقي. بغيت نقول لاختي علاش بعتي بلا ما تحضريني. بغيت نعرف شكون هادو اللي وقفوا معاك حتى بعتي، وعلاش كتقولي لي راني كنحاربك برزقك؟ منين رزقيت ما علاش كتحاربيني بيه؟ عطيني عطيه ليا ونبعد منك وتبعدي مني. هادشي اللي كنطالب من الراي العام. الا تلاقيتي مع شي مسؤول شنو بغيتي اختي تقولي؟ شنو بغيت؟ بغيت حقي، هادشي اللي بغيت. اش من محكمه في انتيروج هادشي؟ في بولمان. المحكمه ديال بولمان هو فاش تيروج هاد الملف؟ استنفات. ودابا استنفات الفاس. استنفات الفاس، ودوزت عام وانا كنمشي ونجي الفاس ما لقاوش داك الاستئناف كاع. من مور الاستئناف غبر كاع انت هاد الملف ديالك. غبر داك 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 الملف ديالي، وفاش مشيت طلبوا لي سميتو، طلبوا لي الارساليه في فاس، حيت صافي بديت كنمشي ونجي وانا مريضه كنموت. وبالشهاده ديال الجميع بغيتي تشوف هادشي يعاودوا لك. نعم. فاش مشيت كنقلب طلبوا لي الارساليه، فاش مشيت نجيب الارساليه نهار 30 في شهر 6. نعم. مشيت نجيب الارساليه. نعم. عاد بداو كيقلبوا عليها، عاد بداو المهم ما عرفت ما فهمت انا داكشي، انا ما قارياش، ما صفطوها حتى نهار 6، حتى نهار 6 في شهر 7، ولحد الساعه مازال ما وصلتش. مازال. نتمنوا ان شاء الله ان النيابه العامه تشوف هذا اللايف ويتفاعلوا معاك. حتى المحامي ديالي كنعيط عليه كنقول له استاذ شنو كيقول لي، راه مازال ما تعينات الجلسه عام وانا كنمشي عام وشي حاجه. ما يمكنش عام لالا، ما يمكنش عام. هذاك الشيء اللي بغيت نعرف، علاش انا حتى وصلت لهادي فرحوني بها وصدقت دابا ما كاين والو، علاش؟ كان حكم قضائي. المستشار واش عنده شي علاقه باش انه يعيط عليا ويقول لي جاتك 7 المليون في حقك؟ شكون هذا المستشار؟ مستشار ديال سكوره جماعي هذا. منتخب. مستشار اللي كيعبر الفداء. خبير. المهم حنا كنقولوا له مستشار واش عنده شي حق باش غادي يقول لي راه جاتك 7 المليون في حقك؟ واش عنده شي حق الفيرما فيها 4 القطار هو كيقول لي فيها غير 2 القطار؟ الدار فيها 4 ديال البيوت ووسط الدار وهذا وسط الدار. ما درتوش عده الورثه والاراثه؟ شكون غادي يدير؟ هي ما كايناش يا اختها، قالت لهم ماشي وريثه كاع. عاد المحكمه حكمت دابا بين راه اختها. حتى من الوراق ديال امي هزاتهم، حتى من الحاله المدنيه ديال هي كتقول غير وريثه بوحدها. عاد قدامها وجرات علينا من الدار، وطلعت امي كتكرفس علينا شحال خدمات وشحال دمرات وشحال، وهذا الشيء بالشهاده الناس ديال بولمان. انا كنطلب منكم الا ما كانش هذا الشيء ما تجاوبوش في التعاليق، انا مزوقه فيكم يا الناس ديال بولمان والناس ديال سكوره، واش هاد الشيء كاين؟ قلتي واحد الكلمه قبيله، قلتي ان اختك بالرغم من هاد الشيء كامل كتبغيك. كتبغيني. عارفه كتبغيني. بيني وبآه كتبغيني. ولكن كيبغيك. الورد ما فهمتش انا علاش كدير معايا هكا. ملي وصلتوا للورد صافي. وعلاش هاد السيد هذا جا عندي لبولمان وقال لي تبيعي لي؟ وقلت له حتى نقسمو ونبيع ليك. ولد عمي هو الاول هاد شي حد اخر ومشى وتباعه وتشارى، وعلاش ما جاوش لبولمان؟ ولد عمك هو اللي شرى الدار. ولد عمي اللي شرى. ولد عمك كاع داكشي اللي خلى الوالد. دابا الورد ديال الوالد ديالك باعت اختك لولد ولد عمك. الولد ولد عمي. واخا هو موقف العائله ديال باك من هاد الشيء. حتى واحد ما سيق خبر عاد مؤخرا. يلا عرفوا. يلاه واخا ملي عرفوا شنو كان رد. انا فد سميتو فد 2001 كانت فينا 2001 2021 كانت امي كتموت وهما كيتباعوا ويتشاروا. نعم مشاهدينا غنخليكم مع السي حميد. السي حميد ما رايك يعني؟ للاسف الشديد ودائما تنشت العائله، تنشت الاباء، شتي تعدد الزوجات، تعدد الاولاد، تعدد شنو تيعطي. الاب مات، الام مات، ولكن للاسف الشديد ان الخواتات مشادين الى درجه ان اختها نكراتها. قرينا حكم قضائي اللي ادان الاخت ب3 اشهر موقوفه التنفيذ وغرامه ماليه مما نسب اليها من اتهامات لتهمه اختها. ولكن الغريب في الامر، لماذا لم يتم الطعن في البيع؟ هذا هو السؤال المحير. ما دام ان الاخت صرحت انها هي الوارد الشرعي، وان الاخت هي بوحدها اللي عندها الحق اللي ورثها من 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 الام، فمن الاب من الأب فيما أن السيدة بقات كتجارة حتى جابت ما يثبت بأن با هذاك. أما الأم قدام القبيلة والأعراف والتقاليد اللي قاصحة هاد الهضرة بزاف، ردت هاد البنت الأخت ديالها ردتها لقيطة. ولكن ها هو القضاء أدانها في انتظار إن شاء الله أننا نشوفوا طعم ديال هذا البيع، ما دام ان الطعن مشبوه فيه وان تم النصب والاحتيال على الشيء على الشاري، فما على الشاري الا انه يمشي يدعي اخت هذه وهذه تاخذ النصيب ديالها. اذا تحيه اخواني، وهذه قصه من قصص الواقع. نشوفوا اخر كلمه بغات تقول لخوتها المغاربه. اخر كلمه كنقول هو كنشكركم كاملين، والله ينصر سيدنا، وكنطلب من جميع المسؤولين يوقفوا معايا في هذا الشيء، والله ينصر سيدنا، وشكرا بزاف، ونهلا يخطيكم.
نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كما بان لي هنا في احد التعاليق انه كاين السي ابراهيم كيقول هاد الاخت لا بغاتني نعاونها، كاين السي مصطفى باش نشاركوا حتى للمشاهدين الكريم وكما عودناكم دائما، السي مصطفى اي تعسو كيقول لك ديري الشهود اختي، كاين اللي قال لك هاد الشيء راها عنصريه، يعني وصال عز الدين قالت لك حتى حنا اختي خويا خلانا على الجوانط الله ياخذ الحق، 3 سنين وانا طالعه هابطه في المحاكم حتى عيت. اذا كما قلنا فاليوم مشكل، اليوم خاص مراجعه اليوم للانفس، لانه الخاوه حد هاد الدنيا كما كنقولوا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، وحتى الكفن راه والله ما فيه جيوب، اللي غيهبط للقبر غيهبط بوحده. اذا نخليو اثر طيب في الدنيا ونخليو صدقه جاريه، لانه ربي راه وصانا على اننا نخليو اثر طيب، كلنا فانون الا وجه ربنا. الاخت اللي كتطلب الرقم ديالي ممكن اختي تواصلي مع قناه شوف تيفي مع ستوندار يعطوك الرقم ديالنا، طلبي الرقم ديال منير معطاوي مكناس ونحن راهن اشارتك اختي. طبعا كيفاش تبيع بلا اخبارهم اختي؟ هاد السيده باعت بلا اخبارهم لانه كانت واضعه اوراق كتقول ان هي الوارد الشرعي الوحيد ديال الوالد ديالها، وان هاد الاخت راها ما كايناش اصلا وراه جابتها امها معاها فاش قبل من الزواج، ولكن القضاء المغربي المستقل النزيه الحمد لله من بعد التحقق والتدقيق في القضيه نصف هذه السيده وادلت بالادله اللازمه، وكانت ادانه للاخت ديالها اللي فيها 3 اشهر سجن الموقوفه التنفيذ وغرامه ماليه قدرها 1000 درهم على حسب 20000 درهم 20000 درهم نفذتيها، مازال ما نفذتيش ما نفتش مازال في محكمه دازت 60000 دابا مشات 60000 نعم. فمشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي الله يدير الخير كما قلنا كل من عليها فان ويبقى هذه الهضره هذه قلتها شفويا، ولكن بغيتكم تجيو لعندي البولمان وسكوره وغتشوفوا كل شيء بعينيكم. نعم اختي نحن صوت الحقيقه كما سمعنا لك انت، فللطرف الثاني كذلك حق الرد، للاخت ديالك حق الرد اللي ممكن تواصل مع قناه شوف تيفي وتجاوب على هذه الادعاءات وعلى هذا الكلام اللي موجه لها، والا كنتمناو انه يتجمع شملكم وتصالحوا، لانه الدم راه ماشي رخيص للدرجه، الدم راه الماء اليوم وما بقاش الماء، راه حنا يعني راه الدم راه ماشي ما. اذا نحافظوا على اللحمه ديالنا، نحافظوا لان القوه ديالنا كمسلمين وكعرب وكامازيغ وككل المكونات هي داك التضامن ديالنا واللحمه ديالنا. شكرا لك سيدي حميد العقاوي اللي رافقني في هذا البث المباشر، شكرا لكل من كان معنا في هذا البث المباشر، اشكركم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، تهلاو في خوتكم، تهلاو في خواتاتكم، تهلاو في والديكم، راه كل شيء فايت وما يدوم الا وجه الله. سيدي حميد شي كلمه اخيره؟ اذا تحيه وتنتمناو ان شاء الله تفاعلوا، وتنتمناو حتى الرسائل الحمد لله توصل للاخوان ديال البولمان ويحاولوا يدققوا من هذه المعطيات، وحق الرد بكفو للطرف الثاني. تحيات اخوكم منير المعطاوي صحبه زميله حميد العقاوي، الى اللقاء.